بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحيح الترغيب والترهيب لحافظ المنذري من تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يرحمه الله. كتاب البر والصلة وغيرهما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وهذا من لطائفه أيها الكرام الفضلاء أن الإنسان عليه أن يختار صاحبه، وكما قال الحسن البصري: تخيروا أصحابكم فإن للأصحاب شفاعة يوم القيامة. ومن لطائف هذا على المسلم أن يتخير صاحبه. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كيف تتخير صاحبك؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إذا كان صاحبك أخي الحبيب يدلك على الكتاب والسنة ويدلك على فعل الخير فاشدد به يدك، وإذا كان يبعدك عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ويملأ رأسك بالشبهات ويملأ مجالسه بالشهوات، كما يحكي لي بعض الفضلاء يقول: معنا أناس في مجموعات الواتس وغيرها يرسلون لنا مقاطع من السرة وانت نازل، أيجلس مع هؤلاء في مجموعات الواتساب؟ ما يجلس مع هؤلاء. ستكتب شهادتهم ويسألون، سيسألك الله عز وجل عن هذا. ها؟ يقول لك: أنا حولتها. بس يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى سيئة فعليه وزرها، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء إلى يوم القيامة. وما آفة الأخبار إلا رواتها نقلتها. فهذا الآن الذي يرسل مقطع يكون في هذه المصائب له سيئات بعدد من رآها واستمع إليها، فلا يعفى إنسان أن يقول منقول أو كما وصلني، هذا لا يعفى من ذلك أبدا، بل هو يدخل في باب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا الأمر جد عظيم. النبي هنا حدد المسألة: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. هذا له مفهوم وله منطوق. مفهومه واضح الدلالة، منطوقه واضح الدلالة، ومفهومه أن شر الأصحاب أشرهم لصاحبه، وإن كان أشر وأخير لا تأتي على أفعل إلا نادرة، لكن من باب أن نوضح. فكلما كان هذا الصاحب يؤزك على الشر والضلال فاقطع يدك به، ولا تحزن عليه ولا تكثر عليه التأسف أبدا، بل تحمد الله عز وجل أن نجاك منه. قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله عز وجل كنت أنا معك في هذا الجحيم وفي هذا الإثم وفي هذا البلاء. فالإنسان يحمد الله أيها الكرام الفضلاء أن يسر له صحبة صالحة تعينه على الخير وتدله عليه، لأنه والذي رفع سبعا بلا عمد، من الذي يذكرك بعد موتك؟ صاحب السوء أم صاحب الخير؟ حامل المسك أم نافخ الكير؟ أخونا الشيخ خالد له فترة غائب عنا، حتى الناس كلها يسألون أين هو. أنا طبعا سألته قبل ذلك أنه مشغول مع أسرته، والحمد لله اليوم هو جانا وشنف آذاننا بصوته الجميل. هكذا صحبة الخير يسألون إذا ولذلك النبي كان يتفقد صحابته كل يوم: ماذا فعل ثابت بن قيس بن شماث؟ ماذا فعل فلان؟ أما صاحب السوء: ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. ولذلك واحد كاتب على الحيطة قال: بيك ولا بقلة، هي فلة فلة.
قال له بيك ولا بقلة، هي فلة فلة، يعني بيك ولا بلاك، إحنا فلينها فلينها. بينما تجد صاحب الخير لا يهنأ له بال إلا يدلك على ماذا؟ يدلك على هذا الخير ويدلك على هذا البر، فاجدد يدك بمثل هذا. قال: وكيف تعرف؟ في كتاب جميل لأبي حيان التوحيدي اسمه الصديق والصداقة، كتاب ماتع جدا يجمع كثيرا من هالقصص الجميل، الصديق والصداقة، حتى نعرف قيمة هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصديق السوء كنافخ الكير، والصديق الحسن كحامل المسك. حامل المسك إما أن يحذيك يطيبك، أو أن تبتاع منه تشتري، أو أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير والعياذ بالله لا تشم منه إلا رائحة نتنة، أو أن يحرق ثيابك، نسأل الله العافية والسلامة. صديق الخير سبحان الله إذا احتجت في فزع وفي عمل خير ما يتأخر، على قدر إمكانياته يساعدك، يقف معك، ينصحك، يأخذ بيدك. أما صديق السوء لا يعرفك إلا فيما هو شر وسوء والعياذ بالله. ولذلك من مواطن صلاة الله عز وجل على عبده قال: إذا أصبح العبد ملكان ينزلان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وكذلك في المساء أن الملائكة تصلي تدعي لك، فتوقع أنك دليت كمان إنسان على فعل هذا الخير، دخلت معه في باب الدعاء. من الصداقة الجميلة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملكا عند رأس الداعي. أبغاك تتخيل هالموطن، الموقف هذا يا أخي، أنت وجالس تدعو في ملك عند رأسك يقول آمين على دعائك ولك بمثل، يعني أنت لا تكن بخيلا في دعوتك لأصحابك وللمسلمين بظهر الغيب عموما، لأن الملك قاعد يقول لك آمين ولك بمثل، وش يضرك في هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام، وحسن بعض العلم كما في السلسلة الصحيحة: من قال ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فله بكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة حي وميت إلى يوم القيامة حسنة. تقدر تعدهم كم من لدن آدم لقيام الساعة؟ وهذا ذكر ما أيسره أن تقوله. هذا هو يا أخوان، ولو تكلمنا على هذا لطال بنا المقام، لكن وجه الدلالة جزاك الله خير أن الإنسان دائما يبحث عن صديق إيش؟ الخير، وأن يبتعد عن صديق الشر والسوء، وكذلك يبحث عن جار الخير. وكان النبي من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، يعني في دار الحضر، فإن جار البادية يتحول، لأن أهل البادية يحلون ويضعون حسب مواطن القطر، أما الجار اللي سبحان الله في الحضر خلاص هذه عمارة واشتريت أنت شيء ولا اشتريت بيت. بل الرجية تأتيك أحيانا لما يكون البيت مشترك بين أسرة واحدة، هنا أخوك وهنا أختك وهنا عمك وهنا خالك، وتجدهم جميعا متنابذين متهاجرين متقاطعين، نسأل الله العافية والسلامة. تتمنى تقول الله، وأعرف والله أحد الناس فعل ذلك، الوالد ترك لهم عمارة وكل واحد من الإخوة له فيها بيت، يضربونه ويزجرونه ويؤذونه، هو إنسان على خير وإنسان طيب، لين سبحان الله ترك هالعمارة وراح اشترى له بيت في مكان آخر. انظر إلى أين وصلت سبحان الله. ولذلك دائما تدعو: يا رب نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وكما قالوا: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق، لأنه رب رفقة أحزنت عليك الرحلة كلها، رب رفقة حزنتك في الرحلة كلها سبحان الله، تقول يا ريت ما كنت سافرت مع هؤلاء، ورب جار نكد عليك المعيشة كلها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. وعن مطرف، يعني ابن مطرف ابن عبد الله الشخير من وعاظ وعباد وزهاد التابعين رحمه الله. نعم. وعن مطرف يعني ابن عبد الله ابن الشخير. نعم. قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث. أيوة، وهذه بلاغات التابعين. نعم. وكنت أشتهي لقاءه. يا سلام.
وهذا فيه دلالة حب التابعين للصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم آمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني من قيام الساعة. وإذا النجوم انكدرت، إذا راحت النجوم خلاص، دي من علامات الثنتي عشر في قيام الساعة التي وردت في سورة التكوير. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، يعني الفتن. ما إن مات النبي إلا وقتل عثمان وبدت الخوارج وإلى آخره. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. شوف الكلام الجميل. ولذلك جاء في الآثار يقول: كنا إذا فتحنا بلدة سألونا هل فيكم ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول نعم فيفتح لنا. سبحان الله، ربنا كده يلقي الرعب في قلوب مين؟ أعدائهم. قالوا: فلما مات الصحابة قالوا هل فيكم ممن صحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي ما يقصد بهم ماذا؟ تابعين. قل نعم. قال فيفتح علينا. هذا لنعلم، هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يسبق يمين أحد يسبق شهادة أحدهم يمينهم، ويكثر فيهم السمن، عافانا الله وإياكم. نعم. فلقيته فقلت: يا أبا ذر. جندب بن جناد الغفاري رضي الله عنه وارضاه، جاء في الأخبار: ما أقلت الغبراء ولا أظلت السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. نعم. كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: وهذا فيه الطمع في الرحلة في طلب الحديث، والطمع في السند العالي. إن وجدت شيخين أحدهما أعلى سندا من الآخر فارحل إلى أعلى السند. قال يحيى بن معين: قالوا وش تتمنى؟ قال: بيتا خاليا وسندا عاليا. نعم. فقلت: يا فقال لله أبوك. وهذه لفظة عند العرب يقدمون فيها المعمول على العامل دلالة على الحصر. لله أبوك، قدم الجار والمجرور خبرا مقدما على المبتدأ المؤخر أبوك نكرة، واجب التقديم دلالة على الحصر، ويخرج مخرج المدحة والدعاء كقولك لله درك. نعم. لقد لقيتني فهات. وهذا فيه ترحيب الصحابة بطلاب العلم والبشاشة في وجوههم. ما قال له أنا مشغول ودحين ما عندي وقت. يقول أحد الناس: جيت أسأل واحد سؤال، قال أنا مشغول وجلس يهرج ساعة. فأعظم الأوقات تنفق في تعليم الناس. ولذلك الذي يعلم الناس يا إخواني يصلي الله عليه وتستغفر له الملائكة، حتى الحيتان في البحر. من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير، أو قال يصلون على معلم الناس الخير، حتى تعلم شرف التعلم والتعليم وإجابة السائل، وتعلم شرف إجابة السائلين. الدال على الخير كفاعله. ربما تدل الإنسان على سنة فلا يوجد في الأرض من يفعلها إلا هو، فتجري الحسنات عليك وأنت لا تدري. نعم. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. وهذا من فوائده أن السلف كانوا يبحثون عن دقة وسلامة الأحاديث، فلا يأتي إنسان يقول لك ما ندري الحديث صحيح ولا مو صحيح. السلف كانوا صادقين، وكان الرجل فيهم، قلت لكم محمد بن سلام البيكندي المتوفى سنة 225 هجرية، شيخ البخاري، لم يروي له من أهل الكتب الستة إلا البخاري، كان ثريا غنيا. قال: أنفقت نصف مالي في الطلب ونصفه الآخر في بثه، عليكم السلام. قال: نص مالي أنفقته في طلب العلم، والنصف الثاني أنفقته في نشره بين الناس، يسافر هنا وهنا لكي ينشر
لكي ينشر العلم. انكسر قلمه يوما فقال قلم بدينار، هو جالس في الدرس ويكتب انكسر القلم فقال قلم بدينار، يعني من يعطيني قلم ودي دينار؟ دينار ذهبي يعني 4 غرامات وربع من الذهب. ينفقون في طلب العلم لا يخافون الفقر، سبحان الله، لأنهم يعرفون آت محمد بن سلام البيكندي وذهب ماله، لكن ما الذي بقي؟ 225 هجرية ونحن الآن في 1441، كم سنة؟ 1200 وزيادة، ونذكره ونترحم عليه. هذا مو شرف يا إخواني، هذا مو شرف بالله، هذا العلم، هذا العلم، هو هذا العلم، الشرف كله في العلم سبحان الله، في نشر العلم وطلب العلم. أين الأغنياء؟ ذهبوا ولا يذكرون، لكن ما في حد يذكر كما يذكر من؟ أهل العلم وما نشره. من 1200 سنة احنا قاعدين نقول حدثنا محمد بن سلام البيكندي، يقول لك البخاري يروي له رحمة الله عليه. نعم. قال إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض، ويبغض ثلاثة، وهذا فيه إثبات الحب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل يحبهم ويحبونه، وقال ربنا عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما لفظ الوله والعشق فلا يجوز أن يصرف لله عز وجل، ولذلك منهج أهل السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته نبيه له تبارك وتعالى، لا يكيفون ولا يمثلون ولا يشبهون ولا يعطلون ولا يلحدون ولا يؤولون ولا يحرفون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال فما إخالوني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتوقع، لا إخالك يعني لا يتوقع مني أن أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا رد على كل متهوك يتكلم في الصحابة وفي صدقهم وفي عدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أخي شعبة يقول لي أن أزني حاشا أحب إلي من أن أدلس في الحديث، شعبة أمير المؤمن في الحديث، هذا شعبة أتباع التابعين، فيتوقع عن الصحابة أنه ربنا زكاهم عز وجل ورضي عنهم تبارك وتعالى أنهم يكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال فقلت فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال رجل غزا في سبيل الله صابرا. هذه الثلاثة إنما ثلاثة أجناس لا ثلاثة أعداد، وتحت كل جنس يدخل عدد لا يعلمه إلا الله عز وجل. وضحت مشايخنا؟ يعني هذه الثلاثة إنما يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل مثلا شاب نشأ في طاعة الله، شاب هذا يدخل تحت هذا كم؟ أي الله، ملايين لا يعلم إلا الله عز وجل. إنما هذه ثلاثة أجناس لا ثلاثة أشخاص أو أعداد، ثلاثة أجناس تحت كل جنس يدخل فيه من الأعداد ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل. نعم. رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، وهذا يدل على فضل الجهاد والغزو في سبيل الله مع الصبر والاحتساب، فخرج بالصبر من كان غازيا جازعا، وخرج بالاحتساب من كان غازيا مرائيا، لأن هناك من يغزو رياء. قيل يا رسول الله الرجل يغزو حمية، يغزو شجاعة، يغزو ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من غزا لكي تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الاحتساب. فبالصبر خرج الجزع وبالاحتساب خرج الرياء، وهما ضابطان لمن يريد أن يغزو في سبيل الله عز وجل. نعم. فقاتل حتى قتل. نعم. وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل. ثم تلا
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا من فوائده ما يسمى بالتفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور كما في مقدمة التفسير شيخ الإسلام بن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع هو أول أنواع التفسير وأزكاه وأعلاه. والتفسير بالمأثور يكون تفسير القرآن بالقرآن كما في أضواء البيان على سبيل المثال، وثانيها أن يكون تفسير القرآن بالسنة كما في موطننا هذا، ذكر من غزا صابرا محتسبا ثم دلل عليه مما يناسبه من القرآن. والتفسير بالمأثور يكون من تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ماذا قال ابن عباس وماذا قال ابن مسعود لما يأتي في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال والله إنه الغناء ينبت النفاق في القلب، قاله ابن مسعود وهم أعلم الناس بالتنزيل لأنهم الذين حضروه وتعلموا على يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النوع الثاني هو الذي يكون التفسير فيه ورابعا تفسير بأقوال التابعين كقول مجاهد، إذا أتاك التفسير من مجاهد فاشدد به يدك، لأن مجاهد يقول قرأت القرآن على ابن عباس 3 ختمات أوقفه عند كل آية، مجاهد بن جبر المكي، أو إذا جاءك عن عكرمة أو عن قتادة أو عن الضحاك وإلى آخره. ثم يأتي بعد ذلك النوع الثاني والتفسير بالرأي. التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي فيه وجهان، وجه محمود ووجه مذموم. إذا كان التفسير بالرأي يوافق الكتاب يوافق السنة والقرآن يؤخذ به، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كان التفسير بالرأي يخالف ذلك فيكون مذموما فيضرب به عرب الحائط ولا يؤخذ به ولا يؤخذ به. نعم. ومن أمثلة هؤلاء ما يدخل فيه الآن هذول من الجهال الذين يتكلمون في دين الله عز وجل ولا يعزون لحديث ولا لقرآن، مثل ما طلع لك علي منصور الكيالي هذا يقول لك يا أخي أنا أول واحد عرفت الفرق بين القرية والمدينة، لم يتنبه لها أحد من أهل العلم، هو اللي عرفها، جاهل يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. أو يقول لك حتى إلي الجمل في سم الخياط، قال يا جماعة الجمل مش زي ما أنتوا بتقروا في التفسير، الجمل اللي هو الحبل يسموه جمل، وهذا موجود في لغة العرب، لكن عندنا قاعدة ذهبية في علم التفسير تقول والألفاظ في القرآن والسنة على حقيقتها التي يعرفها العرب من لسانهم حتى يدل الدليل والقرينة على صرفها لمعنى آخر. فلما يقول ربنا عز وجل حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذن ماذا يتبادر إلى الذهن؟ البعير. البعير حتى يأتينا دليل هو الخيط. وضحت هذه قاعدة مهمة جدا، لذلك ينبغي لطالب العلم اللي يريد أن يثبت قدميه في علم التفسير أن يقرأ في أصول التفسير ويقرأ في مذكرة في أصول التفسير، يقرأ في هذه الكتب لكي يعني كما قال ثبت العرش ثم انقش، لابد لتثبت هذه الأساسات وبعدين تبني عليها ليش؟ تبني عليها البيت. لكن ما يصح أن تبني بيتا على كما يقولون على شفا جرف هار ما عندك فيه قواعد ولا أي شيء، فيقع على رأسك وعلى رأس من يستمعون منك. نعم. قلت ومن؟ قال رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. نعم. وهذا الصبر ويكون مع الصبر العمل كالدعاء، كما مر معنا آنفا اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. والصبر إذا تحمل ذلك، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. نعم. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت. وهذا من فوائده، وجبريل فيها لغات، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل، فيها 4 لغات،
وكلها وردت في القراءات المتواترة السبعية العشرية. جبريل بالكسر كما هو مشهور، وجبريل بالفتح، وجبرائيل وجبرائيل وجبرائيل، خمس لغات، كما في ميكال وميكائيل وميكائيل، ثلاث لغات. وجبريل هو الملك الموكل سفيرا للقرآن من الباري عز وجل إلى سفير بالوحي من الباري عز وجل إلى أنبيائه وإلى رسله عليهم الصلاة والسلام. وهذا من لطائفه أنه إذا ذكر الملائكة أن يقال عليهم السلام، أن يقال عليهم السلام. نعم. حتى ظننت أنه سيورثه. وفيها أن الملائكة يوصون الأنبياء، أن الملائكة يوصون الأنبياء، وهذه الله عز وجل لمن؟ للأنبياء عن طريق هؤلاء الملائكة. ومن فوائد هذا أيضا عظم حق الجار الذي جعل جبريل عليه السلام يوصي به، وكأنه سيرث من مال هذا الموصى له. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله جبريل فين؟ وريثا. نعم له. نعم. هذا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو أراد أن يكتفي على وجه الدلالة. نعم نعم، هو أراد هنا أن يكتفي على وجه، أراد هنا عن أن يكتفي على وجه الدلالة. طيب. بعد ذلك تأتي هذه الأنواع الأخرى التي هي في حديث أبي هريرة، رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، ورغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، ورغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه. نعم.